قال مصدر قبلي إن قوات الجيش المسنودة بالقبائل استهدفت اليوم حصونا تابعة لمسلحي الحوثي في مديرية الغيل بمحافظة الجوف، كما جرى استهداف أحد مخازن الأسلحة التابعة للجماعة. وأكدت المصادر إن القوات المسلحة ومسلحي القبائل تمكنوا من تفجير مخزن أسلحة تابع للحوثيين في مديرية الغيل، ما أدى إلى حدوث انفجارات كبيرة استمرت لأكثر من نصف ساعة. وأشار المصدر إلى أن اشتباكات عنيفة اندلعت مساء أمس الثلاثاء بمنطقة الساقية إثر قيام الحوثيين بشن هجوم لاستعادة بعض المواقع التي خسرتها، لأن قوات الجيش ومسلحي القبائل كسرت الهجوم، كما صدت قوات الجيش ومسلحو القبائل بالغيل هجومين للحوثيين بمنطقة بورة والكباري حدى تأكيدات المصدر.